ريفيو اليوم راح يكون على التورن بيست ار تي اي من شركة ثاندر هيد كرييشنز. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير. وياكم هلكم من هلكوس كلاود هاوس. شركة ثاندر هيد كرييشن او تي اتش سي من الشركات اللي نوعا ما جديدة بعالم الفيب، صار تقريبا سنتين بهذا العالم، وهي من الشركات اللي صراحة ابدعت بالمنتجات مالتها. من احد هذه المنتجات هي التورن بيست ار تي اي. ار تي اي قصير نوعا ما، طبعا يجي بعدة الوان، التعليم مالته كلش حلو، تقدر تبني سنجل كويل، تقدر تبني دول كويل، كذلك بنفس الوقت السعة الاعتيادية مالته بهذه الحالة 2 مل، او تقدر تكبر السعة الى 4.5 مل. الاير فلو مو كلش واسع، ممتاز، مناسب جدا. بالنسبة لي شوية قليل، ولكن لأكثرية المستخدمين يشوفوا ان الاير فلو مناسب لهم. الفليفر جدا رائع، والبناء والوك سهل. هسه خلينا نقرب الكاميرا نشوف محتويات كيس التورن بيست ار تي اي، وراها نبعد الكاميرا نتكلم عن ايجابيات وسلبيات هذا الار تي اي، ونتكلم عن الجيفاوي لهذا الفيديو. شباب هسه نجي نراجع محتويات كيس التورن بيست ار تي اي من شركة ثاندر هيد كرييشنز. لون الار تي اي مؤشر على هذا التاك، بهذه الحالة هي الاسود، هنا عندنا الذهبي، وكذلك عندنا الرينبو. الرينبو يأشروا بعدة الوان. كيس التورن بيست ار تي اي يحتوي على علبة معدنية تحتوي على التورن بيست ار تي اي. طبعا هنا اللي ورا عندك المكان اللي تشخطه ويطلع لك الرقم السري، وتدق بموقع الشركة وتتأكد إذا المنتوج أصلي أم لا. خزان إضافي لتكبير السعة من 2 مل إلى 3.5 مل، طبعا هذا مصنوع من البولي كاربونت، يعني ما ينكسر بسهولة. كيس الحب أشكالات، واللي يحتوي على دليل المستخدم، وكذلك اللينكي، مجموعة ربارات إضافية وبراغي إضافية للدك. طبعا هذه العلبة تنفتح برغي بسهولة ينفتح، ونشوف انه الـ RTA مشدود على قاعدة على مود يسهل لك عملية البناء. شباب هسه نجي نراجع الـ RTA. طبعا قطر هذا الـ RTA 24 ملم، الارتفاع 41 ملم، السعة الحالية 2 مل. طبعا تقدر تكبر السعة باستخدام الخزان الاضافي ويصير 4.5 مل. هنا اللي فوق مكتوب تورن، وهنا نشوف لوجو مال ثاندر هيد كرييشن، ومكتوب كلمة بيست على الشمني. طبعا نلاحظ براغي شد الكويلات من الوك شانل. هنا اللي فوق عندنا مبسم، المبسم اللي يستخدمه الـ RTA 810، طبعا عنده هذا الطوق الأسود على مود يبين انه أكثر، مثل ما تلاحظون الأورنج صاير داخل الكاتش كوب. تعبئة الخزان فوقية وبالطريقة التقليدية، تفتح الكاب تعبي الجوز من هذين الفتحات، رجاء لا تخلي أي جوز بالنص يصير عندك ليك. عندنا فتحتين اير فلو، واحدة على كل جانب، لما تفتحها بالكامل يوقف، ولما تسده بالكامل يوقف. اللي تسوي من اي جهة يكون نفسه من الجهة الثانية. هنا اللي جوا عندنا لوجو ثاندر هيد كرييشن، هنا مكتوب نفس الشيء ثاندر هيد كرييشن، وعندك السيريال نمبر. طبعا فايفتين طالع من مكانه مسافة كافية. تقدر تستخدم هذا الـ RTA على هايبرد ميكانيكال مود، ولكن لازم تتوخى الحذر لان العازل ما طالع من مكانه مسافة كافية. من الالوان الاخرى لهذا الـ RTA ما عدا الاسود، الرينبو، الذهبي، وكذلك كلون ستينلس ستيل، بس اني ما عندي. على مود نوصل لدك البناء بكل سهولة، تفتح الدك، وبنفس الطريقة تقدر تغير الزجاجة اذا احتاجت انه تخلي لها خزان تكبير السعة، او اذا تحتاج انه تبدل الزجاجة. هسه نجي نلقي نظرة على دك البناء. طبعا دك البناء بوستلس، على كل جانب عندنا 13 فتحة للاير فلو، مجموع كل 26 فتحة. عندك مكان شد رجلينات الكويل مثل ما تلاحظون هنا، وكذلك بنفس الوقت هذا جزء هو الموجب. هنا عندنا الوك شانل، وهنا عندنا الجوس ويل. براغي شد رجلينات الكويل صاير داخل الوك شانل والجوس ويل، طبعا الانكي. تقدر تبني دول كويل تشد رجلينات الكويل بما يقابله، او تقدر تبني سنجل كويل تخلي رجل الكويل هنا او هنا، او وحده هنا وحده هنا.
هسا نجي نبني هذا الـ RTA. طبعا الكويلات اللي استخدمها هي فلات كلابتن اسلاب كيدني بانشر 0.3 في 0.9 مليمتر ملفوفة بجيج 38. نجرب اول شيء نشوف هل هذه القصة تفيدنا. شوي نحتاج نقص منه بعد. كملنا تركيب الكويلات مثل ما تلاحظون هذه المسافة اللي شفتها كلش ممتازة بالنسبة لبعد الكويلات عن الاير فلو. ناتج المقاومة 0.12 اوم. هسه نعدل التوهج طبعا خالي على 68 واط. هسه توهج الكويلات تقريبا متساوي. ناتج المقاومة 0.17 اوم. طبعا تعذروني نسيت اذكر لكم قطر الكويلات قطرهن 2.5 مليمتر. نجي هسه نمشط القطن ونركبه بالورك شانل. لما نقص القطن نقصه تقريبا الى نهاية الورك شانل. نقص الجهة الثانية شوي اطول على مود اذا احتاجنا نقدر نسحب القطن بالاتجاه الثاني. طبعا اكو طريقة ثانية للوك انه تسحب الزايد كله من الوك شانل ورا تقصه وترجع الزايد لمكانه. هسه تمام. الجوس اللي راح استخدمه اليوم هو معشوق الجماهير الكريم بوف. طبعا مثل ما تعرفون من انتاج شركة ماد جوس. انا مستخدم هذا الـ RTA سابقا مستخدمت وياه وايد جوسات بس هالمرة رد استخدم الكريم بوف. الكريم بوف له محبة خاصة يمي واللي مجربة يعرف قيمة الكريم بوف. ان شاء الله الانتاج الجديد خلال المدة الجاية راح ينطرح بالاسواق. شباب اللي شفتوه كان مراجعة التورن بيست RTA من شركة ثندر هيد كرييشن. حلقوا شنو رأيك؟ كرأيي الشخصي لقيت نقطتين سلبية بهذا RTA. أولا الاير فلو بالنسبة لي شوية قليل. ثانيا الزجاجة الثانية أو التانك الثاني لتكبير السعة مصنوع من البولي كاربونات. يا ريت لو كان من الزجاج بس بنفس الوقت يعتبر نقطة إيجابية لأن ما تنكسر بسهولة. ونقطة أخرى شبه سلبية الصبغ مثل ما شفتوه من داخل الشامبر اكو مناطق ما مصبوغة فنوعا ما هذا اهتمام بالصبغ وكذلك بالطلاء فما مهتمين هل قد بالطلاء ولكن جودة الصنع عالية جدا وكذلك الفليفر راقي. الكلاود مقاصر طبعا على 75 واط سأستخدم
كلاود ونكهة ممتازة. بالنسبة للسعر يتراوح السعر هذا الـ RTA حاليا بالعراق ما بين 40 إلى 45 دولار. كتقييم أقيم هذا الـ RTA 8.5 من 10، وذلك بسبب النقاط السلبية اللي ذكرتها. بالنسبة للجيفاوي راح يكون على هذه القطعة الرينبو، تكتب مثل ما يظهر على الشاشة هاشتاج THC، ونذكركم ان الجيفاوي فقط للي اعمارهم 18 سنة فما فوق. نأمل انو استفادتوا من الفيديو. كان وياكم هلكوم من هلكوس كلاود هاوس. نشوفكم فيديوهات اخرى وريفيوهات اخرى. دمتم بخير وصحة وسلامة.